من هدي رب الكون ذي الرحمة، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا هذا الأسبوع هو الحديث الأخير قبل أن نستقبل شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم صيامه وقيامه، وأن نستقبله ونحن وإياكم في صحة وسلامة وعافية، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن ييسر لنا أمرنا كله. هذه الحلقة الأخيرة من شهر شعبان ونحن نستقبل شهر رمضان، جعلت لها هذا العنوان: رسائل بين يدي رمضان. هذه الحلقة مجموعة من الرسائل السريعة، والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى والقارئ في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أنه رسائل. لما نقرأ الآيات هي أشبه ما تكون برسائل، وهكذا كان سلف الأمة يرون القرآن رسائل من ربهم إليهم، يقرؤونها في الليل وينفذونها في النهار، يتفقدونها، وهذا أمر مروي عنهم. الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابين له، الكتاب الأول كتاب التبيان، ينقل عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. لما يقرأ رسائل من ربه تبارك وتعالى تتضمن مثلا الوصية بالتقوى، ينظر في نفسه هل حقق التقوى؟ لما يقرأ في الرسائل تتضمن توجيهه للإحسان، هل يرى نفسه في محسنا؟ وكذلك ينقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه شرح المهذب عن الحسن البصري قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. فاليوم نحن في هذه الحلقة لدينا مجموعة من الرسائل، هذه الرسائل ليست من يعني من جيبي، هذه رسائل من كتاب الله تبارك وتعالى ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسالة الأولى: تعرف على رمضان. سجل عندك أخي المبارك، تعرف على رمضان، هذه الرسالة الأولى. تسألني كيف أتعرف على رمضان؟ أقول من المؤسف أن يتكرر علينا شهر رمضان، كل سنة يأتينا، كل سنة، وعمر الواحد منا الآن صام تجده 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، بعضنا صام رمضان 50 سنة ويصوم. نقول له تعرف على رمضان. اليوم الواحد فينا إذا أراد أن يسافر إلى دولة قرأ عن مدنها
وقرأ عن متنزهاتها، وقرأ عن أماكن السياحة فيها، وحاول أن يحفظ بعض المفردات التي يحتاجها في مطعم أو في فندق أو في غيره من الأماكن. يقرأ عن تاريخ هذا البلد ليتعرف عليه، ليحسن التعامل مع أفراد ذاك البلد أو مع طبيعته أو مع كيانه. كذلك إذا اشترى جهاز أو غيره، قرأ عن هذا الجهاز قبل أن يجربه. هذا تجدون في كل جهاز مع هذا الكتيب الذي يشغل هذا الجهاز، ومطلوب منك أن تقرأه قبل أن تعمل بهذا الجهاز لتعرف كيف. رمضان شهر عظيم، نحن فيه نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الرسالة الأولى تعرف على رمضان، تعرف متى شرع رمضان، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ما هي مكانة رمضان في الأشهر، فضيلة الصوم في رمضان، أحكامه الشرعية. اليوم تجد يعني بعض الأسئلة تتكرر، نفس السؤال من نفس الشخص يتكرر عليه كل سنة، وهذا ليس بمستغرب. الإنسان يسأل عن أمر دينه، لكن أنا أسأل هل قرأت شيء في كتاب الله؟ الآن بيننا وبين رمضان أسبوع، 5 أيام 6 أيام، اجعلها اقرأها في، اقرأ لك 3 كتب، اقرأ كتاب واحد، واحضر دورة واحدة. اليوم بفضل الله تجد دورات تقام عن أحكام الصيام وموجودة على اليوتيوب وعلى غيره من المواقع، وانظر كيف يفيد الإنسان أن يتعرف على العبادة، يتعرف على فضل العبادة. يروى عن بشر الحارث، بشر بن الحارث قال: من حرم المعرفة لم يجد للطاعة حلاوة. هذا جانب، من حرم المعرفة لم يجد للطاعة حلاوة، ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. يعني اليوم لما تقرأ فضل صيام رمضان، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حينما تقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لما تقرأ هذه الفضائل تتشجع فتعرف على رمضان. هذه رسالتي الأولى لك أيها المبارك. الرسالة الثانية: أجب الدعاء. هذه طبعا الرسائل ليست لفرد من الناس، هذه رسائل لي ولك ولك، ولكني جعلتها هكذا لكأنني أخاطبك أيها الإنسان. أجب النداء، تعرف على رمضان وأجب النداء. إذا سألتني كيف، أي نداء؟ أقول: النداء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكون في أول ليلة من شهر رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه فرصة، فرصة أن تنال الخيرات. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فأجب النداء، أجب النداء يعني انو الخير، وهي رسالتي الثالثة. بعد أن تتعرف على رمضان وتجيب النداء، انو الخير. تسألني كيف انو الخير؟
انوي أن تصوم رمضان من الآن، انوي أن تقرأ القرآن من الآن. وأنا أتحدث عن نية جازمة، أتحدث عن النية الجازمة. لما جاء الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا، قال: يا أبتي أوصني. اسمعوا وصية الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا أبتي أوصني. قال: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. إنوي أن يكون لك برنامج في رمضان، أن تصلي جميع الصلوات الخمس في وقتها. إنو الخير، أتدون ماذا يعني؟ يعني أن تضع لك هدف سامي تصل إليه في رمضان. لا تعيش هكذا يعني بدون أن تضع لك هدفا تريد أن تصل إليه يرفع من قيمتك عند الله تبارك وتعالى وتستمر عليه بعد رمضان. هذا المقصود من مشروعية الصيام، أن نحقق التقوى كما سيأتي بعد قليل. بل مشروعية كل عبادة مقصود منها أننا نرتقي، وليس من المعقول أن نكون قبل رمضان حالنا كحالنا في رمضان، بل إلى الأحسن. فقال: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. إنوي أن تصلي الصلوات الخمس في وقتها، إنوي أن يكون لك خمس ختمات أو عشر ختمات على طاقتك، إنوي أن تتصدق في كل يوم بصدقة. إنو الخير، عدد من الأعمال الخيرة، عدد من الأعمال الصالحة، الآن ضعها في خطتك. ولا يكون أولئك الذين ينوون السوء أحسن حالا منك. تسألني من هم؟ سأخبرك عنهم بعد هذا الفاصل. فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديثي عن هذه الرسائل التي بين يدي رمضان. وقلت في هذه الرسائل، الرسالة الأولى: تعرف على رمضان، يعني اقرأ عن رمضان، تعرف على أحكامه ومكانته وفضله، فضل الصيام فيه، أجب النداء. ورسالة ثالثة: إنو الخير واحذر من نية السوء. احذر من نية السوء أيها الأخ أيتها الأخت، فلنحذر من نية السوء أنا وأنتم. لا تنوي السوء في رمضان، لا تنوي أن تفطر في نهار رمضان، لا تنوي أن تفعل المنكر في رمضان، لا تخطط للفاحشة في رمضان، لا تخطط للمعصية في رمضان. فقد يموت الإنسان قبل رمضان، ولكنه يموت على هذه النية السيئة فيحاسب عليها يوم القيامة. حاله كحال الذي مات قبل رمضان وقد نوى الخير، نوى أن يقرأ القرآن فكتب له ما نوى، نوى أن يصوم رمضان فكتب له ما نوى، نوى أن يقوم رمضان فكتب له ما نوى. والذي ينوي الشر مسكين هذا. النداء يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر، يعني يا قاصد الشر، يا ناوي الشر، أقصر، وقف. والله يا أخوان، يعني حال العالم كله اليوم يدعو إلى أن يتأمل الإنسان في قيمة هذه الحياة، قيمة هذه الحياة كيف هي،
وكيف رأيناها بعد هذا، بعد هذه الأزمة، بعد انتشار هذا الوباء. أنا استغرب لما إنسان يقول إذا زالت هذه الأزمة وارتفع هذا الوباء، الله ماذا سأفعل من المعاصي والذنوب؟ أعوذ بالله. هذه رسالة، وهذا تذكير، وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، وينوي الخير، ينوي الشر، أعوذ بالله. كذلك الذي ينوي الشر في رمضان، على سبيل المثال الذي ينوي أنه يكون أن يفطر في نهار رمضان ما يصوم، مع الأسف هناك قلة قليلة، أسأل الله أن يكتب لها الهداية، أسأل الله أن يهديها، أسأل الله أن يهديها، أسأل الله أن يمسح على قلبها وأن يريها الحق حقا ويرزقها اتباعه، وأن يريها الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه، أسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية. هناك قلة قليلة تفكر كيف تفطر في رمضان. اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعية فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي: اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بقوم، يعني رأى هذا المنظر فظيع مخيف، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، فكيف بالذي ينوي أصلا أنه لا يصوم؟ إذن تعرف على رمضان وأجب النداء وانوي نية الخير. الرابعة: ادعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك شهر رمضان، وأن يجعلك فيه من الصائمين القائمين ومن الأصحاء الآمنين. ادعو الله أن يبلغك شهر رمضان، فعدد كبير من الخلق لن يصلوا إلى رمضان، وسيأتي رمضان وقد ارتحلوا عن الدنيا، آلاف مؤلفة من البشر ستموت قبل رمضان، شيء طبيعي. لكن من يضمن ألا يكون هو منهم؟ لذا ادعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك شهر رمضان كما كان يفعل سلف الأمة، يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، يقولون: اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. تدرون ليش يا أخواني؟ بلوغ شهر رمضان نعمة، ونعمة عظيمة جدا لما فيه من الخيرات والأجور والحسنات، وهذا حديث عظيم بين يدي. وبإمكانكم أن ترجعوا إليه في سنن ابن ماجه وغيره، حديث عظيم. رجلان قدما على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وكان أحدهما أسبق من أخيه في الإسلام، أسلم قبله، وكان أحدهما هذا الذي أسلم مجتهد في الطاعة، يعني متدين أكثر من أخيه. أضف إلى ذلك أن هذا المتدين المجتهد في الطاعة جاهد في سبيل الله فقتل، وصاحبه عاش بعده سنة كاملة ثم مات على فراشه. طلحة رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله هو راوي الحديث، يقول أنه رأى في المنام أنه يقف على باب الجنة، وأن باب الجنة يفتح فيدعى الذي مات آخرا، يعني الأقل تدينا والذي مات على فراشه يدخل الجنة قبل صاحبه، ثم يفتح الباب ويدعى الذي مات أولا، يعني الأكثر تدينا والذي مات في الجهاد،
استغرب طلحة رضي الله تعالى عنه، كيف هذا يدخل الجنة قبل هذا؟ وهذا أكثر تدينا، ومات في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، كيف هذا يدخل قبل هذا؟ فأصبح من فاستيقظ من نومه مستغربا، رأى هذه الرؤيا، بدأ يتحدث بها، الناس استغربوا أيضا هذه الرؤيا، بدأوا يتحدثون، بلغ حديثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة رأى رؤيا كذا وكذا، كيف هذا يدخل قبل هذا الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلام جميل، أرجوكم اسمعوا ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: من أي ذلك تعجبون؟ يعني أين العجب؟ من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال عليه الصلاة والسلام ليزيل الإشكال، قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ يعني عمر سنة زيادة. أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان، وهذا هو الشاهد، وأدرك رمضان فصام، عن هذه العبرة أنه صام رمضان، وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. إن هذا عاش سنة كاملة، أدرك فيها رمضان، صامه وقامه وصلى عدد من الصلوات طوال هذه السنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. يعني هما في الجنة نعم، لكن ما بينهما في المنزلة أبعد ما بين السماء والأرض. والسبب سبب أنه أدرك شهر رمضان فصامه. فادعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك شهر رمضان. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، ونعيننا فيه على الصيام والقيام. الرسالة الخامسة: حقق التقوى. الغاية من الصيام بل من كل عبادة أن نحقق التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى ما يقيك من الطاعات وترك المنكرات. التقوى هي أن تفعل الطاعة وأن تبتعد عن الخطيئة والمعصية. كل عبادة تهدف إلى تحقيق التقوى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن لابد من بعض الإشارات المهمة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. الله أكبر. ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، لا. قال: ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. يعني يصوم رمضان ويفعل المنكر، هذا ما حقق التقوى. يقوم الليل ويفعل المنكر، هذا ما حقق التقوى. والمنكر ليس بالضرورة خمرا يشربه أو تمتد يده إلى سرقة، لا، قد يكون بهتان وافتراء على الآخرين، قد يكون شهادة زور، قد تكون غيبة، قد تكون أكل لأموال الناس بالباطل، قد يكون ظلما للآخرين، زوجة أو زوج أو أولاد أو أيتام أو والدين، وهذا سأتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى في وصايا ستأتي بعد قليل. فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا.
لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث رسائل بين يدي رمضان. الرسالة السادسة: احذر سراق رمضان. هناك من يسرق رمضان منا، يعني نصوم النهار كله، نقوم قد يكون، لكن يسرق هذا الخير، ما نحصله من أجر الصيام، ما نحصله من أجر القيام، قد يتسلط عليه من يسرقه، يسرق هذا ويضيع علينا هذا الأجر. أو قد يكون هؤلاء السراق من القوة والتسلط والجبروت ما يمنعون الإنسان من صيام رمضان أو قيامه، وهذه مصيبة كبيرة، فاحذر هؤلاء. وهؤلاء متعددون، قد يكونون بشر وقد يكون غير البشر، بس الخطر في البشر أكثر. الرسالة السابعة: اجتمع لك الشافعان المشفعان فلا تفوت الفرصة. الصيام والقرآن يشفعان ويشفعان، فلا تفوت الفرصة. شهر رمضان هو شهر القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ارتبط شهر رمضان بالقرآن، فأول نزول القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان، إن أنزلناه في ليلة مباركة. فالواجب علي وعليكم إخواني أخواتي أن يعرف رمضان فينا بكثرة قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن. يعني إذا كان العام وفقنا أن نختم 5 ختمات في رمضان، خليها السنة 6، خليها 7، ولا تلتفت للذي يقول لا داعي للإكثار من القراءة، وأهم شيء أنك تتأمل، أهم شيء أنك تتدبر. صح، كلامه صحيح، لكن قد تكون لي ختمة واحدة أتأمل فيها وأتدبر، ولكن بقية الختمات سأقرأها وأقرأها بسرعة دون أن أضيع وأخل بحق التلاوة. لكن لا تفوت عليك الشافع المشفع، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث عظيم أخواني، أرجوكم تأملوه أخواتي. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. منعه أن ينام من كثرة القراءة، أغلب الليل يقرأ القرآن. الرسالة الثامنة: أرجوك وأرجوك فلنحفظ حسناتنا، أي عبادة نتقرب بها إلى الله نتيجتها حسنات. هذه الحسنات إن لم تحفظ ضاعت، إن تسلطنا عليها بالخرق ضاعت هذه الحسنات وسقطت من هذه الأوعية والخزانات. واسمعوا، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. صايم ونهار كله في عراك وخصومة وألفاظ بذيئة وشهادة زور
وإيقاع ظلم على الآخرين، ويتسلط بقوته وجبروته ولسانه على الآخرين، هذا ما ينفع الصيام. جمع حسنات وضاعت الحسنات، يجمع حسنات بس تضيع الحسنات. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يقول هذه الأحاديث هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا وبين لنا فضيلة الصوم، قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. اليوم مع هذه الأزمة التي يعيشها العالم، وأغلب المساجد في بلاد الدنيا أغلقت، وهذا الإغلاق جاء يعني احترازا من انتشار هذه العدوى، وستفتح بإذن الله تبارك وتعالى. تجد بعض الناس قد يبكي ويتحسر ويتألم على المسجد وعدم ذهابه إلى الصلاة فيه، وهو ينظر إلى صلاة القيام وهو في البيت قد يتألم ويبكي ويتحسر، ولا يبكي ولا يتألم ولا يتحسر على ذلك الظلم الذي ظلم به الآخرين. مفروض أنه يبكي على تلك الكلمات التي أسمعها فلان من أولاده أو زوجته أو زوجها، هذا الذي يبكى عليه. عليه أن يبكي ويتألم ويتحسر على تلك الأموال التي أخذها وهي ليست من حقه، عليه أن يبكي ويتألم على ذاك الإنسان الذي شهد في حقه شهادة زور وظلم وبغي، فحرمه ميراثه أو حرمه ترقية أو درجة، عليه أن يبكي على ذلك. عليه أن يبكي على ذنوبه التي يقع فيها، هذا المفروض أن نبكي عليه. الحمد لله بفضل الله، سواء فتحت المساجد أو أغلقت، الله تبارك وتعالى موجود والعبادة موجودة، نصلي في البيوت وندعو الله سبحانه وتعالى ونقوم الليل، وسيستمر الدعاء بإذن الله سواء في المساجد أو في البيوت. لكن الإنسان يبكي على خطيئته. لهذا لما قال عليه الصلاة والسلام، لما جاءه الصحابي قال: يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو؟ قال: املك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. فلنبكي على خطايانا وذنوبنا، مساجد ستفتح بإذن الله. لما جاء الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ضجت المدينة بالبكاء، وضج الناس يستنكرون كيف مات النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت هذه المقولة الشهيرة: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. المساجد لو أغلقت المساجد، الصلوات موجودة، ونصلي بفضل الله تبارك وتعالى في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أصلي في بيتي، أصلي في المكتب، أصلي في الواجب الذي أنا فيه، أصلي في البر، أصلي في البحر، وأدعو الله سبحانه وتعالى وأقوم الليل أنا وأولادي. بس لا تضيع صيامك، أرجوك لا تضيع صيامك، احفظ حسناتك. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ما يعقل صيامك وفطرك سواء، لا ما يعقل. قبل رمضان أنت شيء وفي رمضان شيء آخر، ولا يعني هذا أنك بعد رمضان تعود، لا، ولكن كل رمضان أرتقي فيه وأنتقل من درجة إيمانية إلى درجة أعلى وأعظم. أما رسالة التاسعة فلا تفوت أجر الحج والعمرة،
سيقول قائل الآن ما في مجال لا للحج ولا للعمرة، أقول في مجال. أنا أتحدث ليس عن أداء الحج والعمرة، ولكني أتكلم عن أجر الحج والعمرة. يشوف الإنسان الحرم يقول يا ليت أمكن من أداء الحج والعمرة، نقول عليك بهذا الأجر. يسأل سائل يقول وين الأجر؟ أقول اسمع، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام من صلى الغداة في جماعة، يعني من صلى الفجر في جماعة، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام تامة تامة تامة. والحديث في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. صلي الفجر في بيتك في جماعة، لأن أنت اليوم معذور، وهذا العذر شرعي. يعني ها اليوم جلسنا في البيوت طاعة لله تبارك وتعالى، ثم طاعة لولي الأمر المتمثل في هذه الجهات الرسمية التي أرادت منا أن نبقى في البيوت وأن نتباعد قدر الإمكان، لكن صل في بيتك، وهذا عذر. صل في بيتك أنت وأولادك صلاة الفجر في جماعة، ولتصلي معكم زوجتك وبناتك، واجلس في مصلاك اذكر الله حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس انتظر قليلا ثم صل ركعتين، يكتب لك أجر الحج والعمرة. وهذا يعني ما تفوت هذه المسألة. قد يقول قائل يعني هناك من ضعف هذا الحديث، وأقول نعم هناك من حسن هذا الحديث، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى سنعمل به وسنأخذ به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر ذلك. أما رسالة الأخيرة وهي الرسالة العاشرة بين يدي رمضان، فعليك بالدعاء. إن كان شهر رمضان شهر القرآن فهو كذلك شهر الدعاء وشهر الصدقة وشهر الإحسان. شهر الدعاء نعم، لأن الله سبحانه وتعالى في حديثه عن الصيام وأحكام الصيام جاءت هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في وسط أحكام الصيام تأتي هذه الآية، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. أخي المبارك، أختي المباركة، حديث لي ولكم، كم عندنا من الحوائج، كم عندنا من الرغائب، كم عندنا من الأشياء التي نريدها. عندنا 30 يوم والدعوة فيها مستجابة لا شك فيها، فادعوا في كل يوم بدعوة لحاجة أنت تريدها، أو ادعوا لحوائج غيرك من أبنائك وإخوانك وبناتك وزملائك. والرسائل كثيرة، لكن أكتفي بهذه الرسائل العشر بين يدي شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، وأن يرفع عنا هذا الوباء وعن سائر بلاد المسلمين، بل وأسأله تبارك وتعالى أن يرفعه عن العالم أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان ويسر لنا قيامه وصيامه والإحسان فيه، والإحسان فيه إلى أنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات.
أقطف زهر نور.